وأعظم ذلك التوحيد، الإخلاص لله أعظم ذلك، التوحيد نجاة من كل شر بإذن الله، الإخلاص للمعبود. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين، هذه قراءة المخلصين الذين أخلصوا دينهم لله، وحدوا الله، أفردوا الله بالعبادة. فالإخلاص والتوحيد نجاة. أيضا الإيمان بالله وعظمة الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى وأنه مطلع على العبد وأنه يراه، هذا نجاة. الاستعصام بمجاهدة النفس ومنعها والتشديد عليها في الإباء والامتناع عن المواقعة الأمر المحرم، الدعاء، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. من الأسباب المهمة الفرار من موضع الفتنة، ما يبقى الإنسان مستشرفا لها بل يفر منها ومن مكانها. لما دعته امرأة العزيز ماذا حصل منه؟ استبق الباب، مجرد ما رأى المسألة فيها فتنة فيها كذا استبق الباب، راح يعني يعدو جهة الباب فارا من الفتنة، لحقته وقدت قميصه من دبر وهو موليا فارا من الفتنة. هذا من أسباب النجاة، الفرار من موضع الفتن، ما يستشرف لها ويبقى في مكانها بل يفر منها ويبتعد عن الأسباب التي تفضي بالعبد إلى الفتن. فمع هذه الأمور ومع قوة الشهوة منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المحذور، منعه أيضا الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، الاستعصام، الفرار، إلى غير ذلك من الأسباب التي تراها في قصته عليه السلام.